اهلا وسهلا بكم. طيب بالتاكيد يتصل ويستكمل الحديث عن الاوضاع في اراضينا الفلسطينيه المحتله. حرب واضح انها متعدده الجبهات، وبالتالي بما انها متعدده الجبهات اذا قد تكون متعدده المآلات. اذا ما هي المآلات المنتظره لهذه الحرب الحاليه؟ يمكن المقاومة الفلسطينية بدأت بطوفان الأقصى، إلا أنه الردود اللي طول الوقت طبعا غير أخلاقية ولا تلتزم حتى بقوانين الحرب من جانب جيش الاحتلال كانت ردودا الحقيقة من البشاعة بحيث يعجز اللسان عن وصفها. خلينا نشوف أبعاد هذا الصراع الحالي والجهود المصرية لمساندة هذا الملف والقضية المركزية طبقا لما هو مطروح في كيفية أو لما هو مطروح أمامنا، إزاي نقدر نعمل على حل الأزمة. ضيفي العزيز، اكتشفت دلوقتي إن إحنا في بينا الأصدقاء المشتركين العزاز عن القلب، فهو من ريحة الحبايب جدا قوي خالص. كمان ضيفي العزيز هو باحثنا السياسي البارز الأستاذ محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. منور. أهلا بحياتك. عامل إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. طيب بالتأكيد وبطبيعة الحال وزي ما حكيت لي من حبك في السياسة من سنة أولى جامعة، وده اللي وصلك إلى أنك امتهنت التحليل السياسي، فأنت تتابع التطورات عن كثب زي ما بيتقال. صحيح. يجي هنا السؤال، هل أقدر أقول أنها حرب متعددة الجبهات؟ هل تتوقع أنه تتفتح أكتر من جبهة أمام جيش الاحتلال؟ أهلا بحضرتك مرة تانية، وخلينا نقول أنه الحرب في هذه المرة يعني كانت مختلفة عن أي صراع أو شكل من أشكال الصراع حدث ما بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وفي القلب منها حركة حماس، وما بين الجانب الإسرائيلي، بداية من الاجتياح اللي حصل أو العمليات الإسرائيلية في 2006 بعد أسر حماس للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، واللي طلع بعد كده في صفقة تبادل أسرى في 2011. وبالمناسبة الصفقة دي كان طلع فيها أصلا برضو يحيى السنوار اللي هو الرئيس طبعا الحالي لحركة حماس، وكانت الصفقة دي بوساطة مصرية كمان. مرورا باللي حصل في 2008 برضو من هجوم إسرائيلي على قطاع غزة، وبعد كده في 2014 ووصولا إلى يعني الصراع الأخير اللي حصل في مايو 2021. كل الأشكال الصراعية أو الصراعات اللي حدثت ما بين الجانبين في السنوات الأخيرة كان بيغلب عليها أنه البداية بتكون من عند الجانب الإسرائيلي، وأنه يعني الحيثيات نفسها يتم الرد عليها بعمليات من قبل المقاومة. صحيح. لكن هنا الاختلاف أو اختلاف الحالة اللي احنا بنتكلم عليها من يوم السبت اللي بدأت بعملية طوفان الأقصى لفصائل المقاومة في أكثر من بعد. يعني احنا أولا بنتكلم عن عملية هي في النهاية الرواية الغربية طبعا بتحاول تروج لي فكرة أنه اعتداء من قبل الفصائل الفلسطينية وأنه حماس والفصائل هي اللي ابتدت، ولكن الموضوع هنا لازم يوضع في سياقه والسردية مختلفة. احنا هنا بنتكلم عن ممارسات وسياسات إسرائيلية على مدار الأشهر الماضية أدت إلى تفجر الأوضاع ووصولها إلى النقطة الحالية. بنتكلم عن توسع وتوحش في سياسات الاستيطان. الأمم المتحدة لها تقارير حديثة بتتكلم عن أنه أعداد المستوطنات في الأراضي المحتلة بقت بالآلاف وبيقطنها مئات الآلاف من الإسرائيليين، وطبعا الأمر ما بيقتصرش على إنشاء المستوطنات، لا ده بيمتد لانتهاكات يومية تقريبا من قبل المستوطنين بتقدرها كمان الأمم المتحدة بمئات الحالات على مدار الشهر. الحكومة الإسرائيلية مش بتخضع للقانون الدولي اللي بيجرم المستوطنات وبيرفض الإقرار بشرعيتها أو قانونيتها، لا ده بتتوسع في سياسات الاستيطان، وكمان أقرت حكومة نتنياهو مجموعة من القرارات والقوانين اللي بتزود المخصصات المالية للنشاط الاستيطاني. كمان احنا بنتكلم على لو احنا هنتكلم عن السياق اللي ولدت هذا الانفجار،
فاحنا بنتكلم عن اعتداءات متكررة على المسجد الأقصى والمقدسات الدينية في القدس المحتلة بشكل عام من قبل إما مجموعات استيطانية متطرفة أو وزراء متطرفين في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، إلى الحد أن احنا من أسبوعين شفنا أنه مجموعة من المستوطنين بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية بصقوا على بعض المسيحيين اللي كانوا بيتعبدوا في القدس. كمان احنا عندنا حصار شديد جدا 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 مفروض على قطاع غزة. الحصار ده مش بس يعني بيسبب أزمات إنسانية وغذائية في القطاع، لا كمان إسرائيل بتتمادى في الفترات الأخيرة في قطع المساعدات والإعانات الدولية والإنسانية اللي بتوصل للقطاع. كمان لو المتابع للمشهد في الداخل الفلسطيني هيلاقي أنه إسرائيل توسعت في الفترات الأخيرة في استهداف مجموعات داخل الضفة بتصفها يعني أن هي منتمية لحماس، كان بتعمل بنك أهداف صحيح. فطبعا بالنظر لكل الاعتبارات دي هنلاقي أنه كان في أسباب موضوعية أدت لاندلاع أو تفجر الأوضاع ووصولها للنقطة اللي احنا فيها، وبناء عليه فرواية أنه حماس هي اللي ابتدت أو الفصائل الفلسطينية هي اللي ابتدت، دي رواية طبعا الغرب بيحاول الأحياء الفلسطينية ده كان ابتدت أنا إيه صحيح، فدي رواية بيحاول الغرب ترويجها لتمرير موقفه الداعم والمنحاز لإسرائيل. خلينا بقى ننتقل للسؤال اللي حضرتك طرحته، وهو ليه الحرب المرة دي مختلفة؟ أولا إحنا عندنا دي المرة الأولى اللي تقريبا يحصل فيها، يعني كانت العمليات دايما بتقتصر على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي أو على بعض المستوطنات. إحنا النهاردة شفنا أنه حصل يعني حاجة أشبه بالاجتياح البري من عناصر المقاومة للمستوطنات الواقعة في الغلاف الحدودي على قطاع غزة، وهم تقريبا 12 مستوطنة. كان في أول يومين لعملية طوفان الأقصى وصلنا إلى أنه الفصائل الفلسطينية سيطرت على نحو 3 مستوطنات من هذه المستوطنات. بنتكلم في العملية دي عن حصيل الضحايا إسرائيليين يعني تكاد تقترب من حروب ضخمة خاضتها إسرائيل في عدد الضحايا. إحنا آخر الإحصاءات يعني قبل الحلقة كان 1200 قتيل إسرائيلي وآلاف الجرحى، بالإضافة لأن وسائل الإعلام الإسرائيلية بتتكلم عن ما بين 150 ل200 أسير، وده طبعا يعني ملف الأسرى ده موضوع كبير لوحده وهيبقى حاسم كمان أعتقد في مآلات الأزمة نفسها والسيناريوهات المتوقعة ليها في الأيام اللي جاية. إحنا كمان عندنا الحرب الحالية أو التصعيد اللي حصل أو رد الفعل اللي حصل من الفصائل الفلسطينية يعني كشف عن خلل كبير جدا جدا في الجيش اللي بيروج لسردية أنه هو أقوى الجيوش في المنطقة وعنده أقوى جهاز استخبارات في المنطقة. بالضبط كده، خلل في جهازه الاستخباراتي صحيح طبعا، لأنه طبعا هو كان في ذكاء طبعا في اختيار التوقيت على اعتبار أن التصعيد حصل في الأعياد اليهودية، ودي أعياد النشاط العسكري الإسرائيلي بياخد طابع الخمول فيه أو ما بيبقاش بنفس قوته المتعارف عليها في الأيام العادية. كمان أنه الحدث جه بالتزامن مع أزمة داخلية عميقة في الداخل الإسرائيلي، عندنا احتجاجات في إسرائيل بقى لها 39 أسبوع تقريبا بسبب ملف الإصلاحات القضائية، عندنا خلافات داخل الائتلاف الحاكم نفسه، فاختيار التوقيت كان ذكي. لكن بالرغم من ده كان في بعض المؤشرات اللافتة اللي بتقول أنه غالبا هيكون في تصعيد بشكل أو بآخر. أولا السياسات الإسرائيلية نفسها طبيعي خصوصا مع فجاجتها يعني في آخر شهرين على وجه التحديد، كان طبيعي ومنطقي جدا أنه هيكون في رد ورد قوي من الفصائل الفلسطينية. ثانيا في أخبار كتير وتأكيدات عن اجتماعات كانت بتحصل كل أسبوع في بيروت ما بين قادة حزب الله اللبناني وحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والعديد من الفصائل، وطبيعي أنه كثافة الاجتماعات وتزامنها مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية فده ينذر بشيء. بص
تاريخيا انت عارف ده كويس لانك دارس كويس لهذا الملف. تاريخيا اللي كان بيسفر عنه بيسفر عن انه ممكن اغتيالات، استهداف صحيح. لبعض المستوطنين او بعض المستوطنات، اهداف غير حيويه في بعض الاحوال او في اغلب الاحوال. محدش كان يتصور ان احنا نلاقي زي ما انت وصفت كده اجتياح بري وبعدين طيران شراعي وخفاش وبعدين استخدام لبعض الزوارق ايضا وبعدين التنظيم في ان انا اضرب 21 نقطة في نفس الوقت. يعني صحيح. عشان كده بقت حرب صحيح. مجرد عملية مقاومة كرا وفرا صحيح. لكن كمان خلينا نقول انه حتى وان كانت النتيجة غير متوقعة لكن الشاهد هنا أنه على الرغم من المؤشرات المهمة دي والنوعية إلا أنه أجهزة أو جهاز الاستخبارات الإسرائيلي وأجهزة الأمن فشلت في أنها تتوقع ده. وكمان هم ولا الأمريكيين ده إذا كمان لازم نحط ده جنبا إلى جنب مع فكرة أنه إسرائيل مسيطرة على المجال الجوي والبحري الخاص بقطاع غزة، مسيطرة تقريبا ومخترقة قطاع الاتصالات داخل، يعني سامعة كل حاجة، فضلا عن الجواسيس المنتشرين في كل مكان في الأراضي المحتلة. وبالتالي ده أوصل إسرائيل إلى أنها تخسر خسارة استراتيجية كبيرة جدا، حطت حكومة نتنياهو نفسها في أزمة داخلية. يعني أنا في تقديري أنه التصعيد اللي حصل ده عمق الأزمة داخل إسرائيل. ولو هيكون في حلول هتعملها حكومة نتنياهو زي مسألة أنه يتم تشكيل حكومة حرب أو حكومة إنقاذ ما بين الائتلاف الحالي وما بين المعارضة فده هيكون حل نسبي ومؤقت، لكن بعد انتهاء الحرب هتتفجر الأوضاع في الداخل الإسرائيلي ما بين الفرقاء السياسيين هناك. يعني طيب انت وقفت في حتة ميت فل محترف. هنروح للفاصل وهرجع بعد الفاصل، عايز اعرف منك حاجتين في اطار الوقت الضيق وفي نفس الوقت في اطار استمتاعي الشديد باللي انت بتقوله. واحد هو هل هيبقى في قدامي اكتر من جبهة مفتوحة؟ يعني انا عندي جبهة غزة، جبهة الوسط، هل رام الله هتخش على الخط، هل سوريا ممكن تخش قبل الهواء؟ دخلت سوريا، دخلت اكيد انباء مؤكدة. ده الجيش الإسرائيلي أكد. طب هل حزب الله هيتحرك تحركات واضحة فعالة مش 3-4 صواريخ؟ يعني صحيح. أنا بس بفكر معاك بصوت عالي وعليه مدى استمرارية هذه الحرب وهتستمر مدة قد إيه، وعليه إيه اللي هنقدر نعمله حتى نصل إلى مائدة مفاوضات جادة نناقش فيها حل الدولتين. يا رب الوقت يكفي. استنونا بعد الفاصل. باحثا بارزا بازغا واعدا، انا اتوقع الخير جدا 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 لضيفنا العزيز، والله حاجه تفرح بجد. يعني الباحث محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. 6 دقائق قلت لي ما تقلقش انا هركز لك الدنيا. الجبهات، وقلت لي انه الجيش الاسرائيلي اعلن انه الجبهه السوريه دخلت على الخط. صحيح. احنا بنتكلم يعني خلينا نتكلم عن السيناريوهات اجمالا الخاصه بالحرب. يعني حاليا الكلام الدائر في الاجهزه الامنيه الاسرائيليه وفي مراكز البحوث والفكر باعتبار انها معبره عن دوائر صنع القرار في اسرائيل ما بين اتجاهين. في اتجاه شايف أو ده اللي بيروج ليه بشكل كبير أنه هيحصل عملية برية موسعة في قطاع غزة، لكن الاختلاف حوالين شكل العملية دي، هل هتبقى اجتياح كامل ولا احنا بنتكلم عن عملية نوعية؟ يعني في اختراق نوعي بري ليه هيحصل ليه قطاع غزة من قبل بعض الفرق المهمة داخل الجيش الإسرائيلي، يخش يعمل على اصطياد كوادر. صحيح. إما اصطياد كوادر أو استهداف يعني بعض المنشآت الحيوية الخاصة بالفصائل الفلسطينية. أنا في تقديري الشخصي أن احنا مش هنكون قدام سيناريو اجتياح كامل لقطاع غزة لأكثر من سبب. أولا تكلفة الحرب بشكلها الحالي مكلفة جدا جدا بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي اللي بيعيش أزمة أصلا منذ شهور. يعني في دوائر إسرائيلية بتتكلم عن أنه تكلفة الحرب وصلت لي 4 مليار دولار خلال الأسبوع، وطبعا التكلفة دي هتزيد في حالة حدوث اجتياح بري، إضافة للخسائر اللي حصلة في البورصة، خسائر توقف المصانع والشركات إلى آخره. صحيح. كمان احنا بنتكلم على عنصر مهم وده ينقلنا لنقطة كنا بنتكلم فيها في البداية وهي ملف الأسرى.
وتلويح حماس بأنه حال حدوث أي تصرف عدواني من قبل إسرائيل فهيتم استخدام الجنود الإسرائيليين الأسرى كدرع بشري. طبعا ده ملف مهم جدا جدا بالنسبة لإسرائيل وبيؤرق صناع القرار في إسرائيل بسبب ضغوط الرأي العام الإسرائيلي على الحكومة في هذا الصدد. كمان إحنا بنتكلم عن في حالة الاجتياح البري ممكن يبقى عندنا يبقى هنا هيبقى في سؤال منطقي، طب رد الفصائل المقاومة هيكون ازاي؟ احنا هنا في تقدير الشخص ان المؤشرات الحالية بتقول ان احنا هنكون قدام فتح اكثر من جبهة، هتتفتح الجبهة اللبنانية، ممكن يحصل تصعيد كمان من الجبهة السورية، والاهم كمان انه الفصائل الفلسطينية بقالها يومين مع تصاعد وتيرة القصف الاسرائيلي الاجرامي على قطاع غزة بتدعو لينا في رعام وانتفاضات جديدة في الداخل المحتل وفي الضفة، وبالتالي احنا هنا بنتكلم عن ان اسرائيل حال اقدامها على السيناريو ده هيبقى في خسارة كبيرة جدا جدا على كل المستويات وتكلفة كبيرة، ولذلك انا برجح سيناريو انه يحصل عمليات نوعية داخل قطاع غزة مش اجتياح كامل. طيب ده كده وصلنا لحد الحتة دي ودي يمكن مآلات متوقعة. صحيح. إذن أمد الحرب يستمر إلى متى؟ الحقيقة يعني في الحالات اللي زي دي هي مش معادلة رياضية ممكن نتوقع فيها، لكن طبقا نشوف قدرة إسرائيل تعود كم أسبوع، لكن المؤشرات الحالية أن احنا مش هن أن الحرب دي مش هتنتهي على المدى القريب اللي هو خلال أسابيع، ممكن تمتد لأكتر من كده، لكن الأهم في تقديري هو أنه في بعض المحددات اللي ممكن تبقى حاكمة للأزمة دي أو لسؤال الأزمة دي هتنتهي إمتى أو التصعيد الحالي هينتهي إمتى، منها مثلا الداخل الإسرائيلي، اعتبارات مرتبطة بالداخل الإسرائيلي نفسه، هل حكومة نتنياهو هتقدر تتحمل الضغوط المفروضة عليها من الداخل الإسرائيلي؟ احنا عندنا الراصد للإعلام الإسرائيلي في الأيام الماضية هيجد هجمة شرسة على الأجهزة الأمنية والمؤسسات السياسية في إسرائيل، عندنا أسر المفقودين أو الأسرى من الجانب الإسرائيلي في ضغوط كبيرة على الحكومة بسبب هذا الملف، عندنا كمان محدد تاني ممكن يحكم مسار الأزمة اللي هو التدخلات الإقليمية والدولية اللي بتستهدف يعني معالجة الأزمة وحلها، وده ممكن ينقلنا كمان للكلام عن الدور المصري باعتبار أنه دور مصر مركزي ومحوري مش بس اليوم ده منذ عقود طبعاً. الشاهد التاريخي بتقول أنه الدور المصري هو الدور الأهم والمحوري في الملف الفلسطيني على كثرة التدخلات فيه، يعني كان صفقات أسرى عديدة تمت برعاية مصرية، الحرب الأخيرة نفسها اللي في مايو 2021 تم إنهائها بعد 11 يوم تقريبا من اندلاعها يعني بفعل الوساطة المصرية في ذلك الوقت، وكمان يعني مصر ما اقتصرتش على فكرة أنه التوسط أو التواصل مع الطرفين والضغط عليهما عشان نعمل هدنة أو تسوية شاملة لهذا التصعيد، لا مصر كمان تعاملت مع الموضوع بمنظور شامل وانتقلت للملف التنموي اللي هو كان متجسد في موضوع إعادة الإعمار، ونفس المشهد بيتكرر النهاردة حتى ولو بشكل مبكر من خلال تأكيدات السيد الرئيس النهاردة على فكرة ضرورة إيصال المساعدات لغزة وأنه مصر بدأت تتحرك في هذا الاتجاه بالفعل، وتأكيد وزير الخارجية نفسه في مباحثاته مع نظيره الإيراني على نفس المعنى. طيب الوقت خلص صحيح، إلا أنه أنا هفهم منك وإحنا بنتمشى بره الاستوديو وهنتظر أنك تنورنا في حلقة تانية علشان هتجاوبني بقى على سؤال اللي هو بقى إيه السؤال اللي أنا هنتظره في الحلقة القادمة أو بعد القادمة إنه متى نستطيع أن نرى مشهد رئيس عبد الفتاح السيسي محمود عباس أبو مازن وبنيامين نتنياهو أو غيره إذا الحكومة سقطت وحطوا حد تاني أيا كان وأطراف أخرى قد تكون فاعلة في هذه القضية لمناقشة حل الدولتين حتى ولو في إطار المناقشة الإطارية، هل هذه الحرب سوف تقود لهذا الاجتماع عاجلا آجلا؟ طب إزاي؟ فليكن ده سيناريو حلقتنا اللي جاية مع بعض إن شاء الله. أنا بشكرك جدا 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 جدا، شكرا لحضرتك، كل التوفيق بجد، شكرا وسعيد بك قوي
قوي، انت مش متصور. بشكرك جدا باحثنا السياسي الأستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. خلصت الحلقة كده صحيح، القضية لازالت حاضرة، لن يتم تصفية القضية، لن يتم تمييع القضية، لن تترك مصر الأراضي الفلسطينية يعني خاوية على عروشها، لن تترك مصر الشعب الفلسطيني هكذا على الإطلاق. مصر تحافظ على الشعب الفلسطيني وعلى القضية، وتحافظ على وحدة أراضيه، وتحافظ على أراضينا وأمننا القومي. ثواني يكون موجود معانا كريم رمزي داخل أو لابس بني تقريبا، كريم على حسب ما أنا شايف، خصوصا أنا مش لابس نظارة. أما إحنا لو كلنا العمر فهنقابلكم بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة. سلامات.